لو أن المسلمين اتخذوا سلاح المقاطعة للدول الكافرة سلاح المقاطعة، فهل تظنون أن الدول الكافرة تخضع أو لا تخضع؟ تخضع رغم على أنوفها. ما الذي يشغل عمالهم؟ ما الذي يشغل مصانعهم إلا استهلاك المسلمين لما يصنعون؟ ما الذي يمولهم بالبترول وغيره إلا المسلمون؟ والله لو قاطعناهم اقتصاديا دعني من سياسيا يعني لا استجابوا. أليست الآن الدول الغربية تحارب من تحارب بالاقتصاد؟ لكني والله ألوم الأمة الإسلامية وأرى أنها مسؤولة عن ذلك أمام الله، أن تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء المسلمين فريسة للنصارى، وأرى أنهم مقصرون وأنهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا وهم ساكتون. يا أخي ثم المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآن يحاولون الصلح مع اليهود، تطردهم من ديارهم وتقتلهم ويقولون ها تعالوا على مائدة الصلح، وين الصلح؟ ثم هم يصرحون أيضا رؤساء اليهود يقولون إن القدس عاصمة اليهود الأبدية ولا يمكن أن نتحول عنها.